رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت. لسه منور النهارده في الاستوديو كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق. منورنا يا كابتن. ربنا يخليك يا رب. بنوصل بقى دلوقتي مع حضرتك لفقره صوره وتعليق. هنشوف شويه صور كده وتقول لنا تعليقك عليها ايه. حاضر، يلا بينا. كابتن حسن شحاته حبيب قلبي، اتمنى من الله يكون عندنا في الكوره وبره الكوره 10 زي كابتن حسن. كابتن حسن شحاته فين دلوقتي؟ يعني مش عايز اقول ايه، للاسف هو جميل انه بيحترم نفسه، عمره ما دخل في مهاترات ولا رد على حد، ولا للاسف كل الانتقادات كانت بتيجي من اعز اصحابه، ولا عمره قال لحد حاجه. ومن وجهه نظرك المكان اللي يستحقه كابتن حسن شحاته دلوقتي فين؟ لو يسيب الكوره يبقى رئيس نادي الزمالك. اللي بعده حازم امام. الفاكهه الصغيره اللي يعني ده حقيقي بتطلع مثلا في الصيف او الشتاء وحشانا يعني، بس حازم انا بكرره كل احترام، و شخص جميل، زملكاوي موت كمان، زملكاوي جدا يعني، ابا عن جد الله يرحمه كابتن حماده يعني. بتشوف حازم امام ايه في المستقبل؟ بشوفه قائد اداري، قائد اداري عالي جدا جدا، لان هو دماغه كويسه، ان الحريف دايما بيبقى دماغه كبيره في اللعب وبالتالي كبيره في الحياه. واعتقد ان هو ماشي كويس في التحليل جدا 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 جدا. اتمنى ان يكون في حاجه تانية اداريه او في مجال التدريب يعني، زي ما هو في اتحاد الكوره دلوقتي او كان يعني. اللي بعده مؤمن، انا اتشرفت ان انا دربته، اتمنى له الشفاء و اقول له ده نصيب ما تزعلش، بس ربنا وراك حب الناس ليك قد ايه. ده حقيقي، وده كنز عمره ما يقدر بمال. ده حقيقي، اتمنى له كل الشفاء العاجل ويرجع لنا بألف سلامة ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ده بعد شيكابالا، انا اخوك كبير شخصيا. لما قربت منه ودربته لغيت كل الفكره كنت بسمعها عنه وانا مش موجود يعني. طب احكي لي كده موقف حصل معاك. هو موقف الحلوه كتير جدا. اولا بيعشق نادي الزمالك، ده حقيقي، بيصدق بطريقه غير عاديه انا ما كنتش متوقعها. بيحب الفئه المتوسطه يعني. دايما هو حبيب مش عايز اقول عمال غرف الملابس، الناس كلها قريبين منه، اصحابه، وانا في بيني وبينه اصدقاء كتير قوي بيتكلموا قد ايه قلبه ابيض، قد ايه جداً. هو طيب رغم انه عصبي جدا، بس هو ابيض. طبعا مش هنسى له مره كنا في المعسكر وعمل لي عيد ميلاد وعزم ولادي من غير ما يقول لي، لان هو كان عارف ان انا برفض الحاجات دي خاصه جوه المعسكرات عشان الماتشات يعني، وصمم وكان فيها زعل يعني ولازم. وفعلا طفل الشمع، انا بشكره. وعملتوا ايه الماتش اللي بعديه؟ كسبناه. طب الحمد لله. كانوا قالوا لك بقى قاعدين بيعملوا عيد ميلادات في المعسكرات ومش مركزين في الماتش. بتحصل اي نتيجه عكسيه يقول لك ده كانوا الحمد لله عدت، خارجين سهرانين. فانا بتمنى له يرجع بالسلامه ويكون ليه ان شاء الله في النهاية ان شاء الله حاجه كبيره اللي جاي. اللي بعده كابتن طارق يحيى. الكابتن طارق طيب جدا جدا. انا ما كنتش اتمنى ان هو ياخد كذا طريق يعني، هو مدير فني على مستوى عالي. طب تقييمك ايه الكابتن طارق كمدير فني؟ مدير فني عالي جدا جدا. تديله كام من 10؟ اديله 8-9 من 10. وكاعلامي 2 من 10. ما كنتش اتمنى يبقى اعلامي، انا بقول لك صراحه. 2 من 10؟ لا مش عايز اقول اقل من كده. لا قول الحقيقه. لا بجد، لا هو بصي يعني 2 من 10 كده انت بتجامله؟ ربنا هو اسمعني وهيضحك، ربنا بيدي كل واحد موهبه واحده بس. او تخصص واحد بس. لما تيجي تقولي دلوقتي مثلا ايه؟ تعالى امسك مدير نادي. اقول لك لا. لو اقول لك بضحك عليك وعايز فلوس. لكن انا مدير فني ممكن ابقى مدير كوره من الناحيه الفنيه. لكن اي حاجه اداريه انا ما اعرفش فيها، فبقول لك لا، ما تزعليش مني. هو راح في طريق ممكن يكون غصب عنه او برضاه. يعني ايه غصب عنه؟ يعني تعالى دلوقتي عشان مثلا حد غاب او حد مشي او حد جه، تعالى انت اشتغل. هو ممكن يكون لقى نفسه في الاعلام. لكن احنا كمتفرجين انا احب انه يكون مدير فني. اللي بعده ده انا. ايه بقى موضوع الشاي بلبن ده؟ والله انا تصورت ان الشاي بالحليب حرام.
والله في فتره كده انا كنت صايم في اليوم ده كان لاعب دجله واعتقد الماتش كان الساعه 7 والاذان اعتقد 7 ودقيقه 7 دقيقتين فخدت النسكافيه كمان مش شاي يعني اصلا نسكافيه بالحليب وانا معروف عليا من زمان انا بحب الشاي بحليب بس بربري تقيل شويه كده الصبح فكان محمد نصر المخرج جابني وجاب بعديه حماده طلبه بيحط قطره والاخراج الابداع الاخراج يعني وبعدين الدنيا اتقلبت ساري في ايطاليا كان بيقعد على الثلاجه دي وبيشرب اعتقد سيجاره او شاي فانا قلت خلاص لو هم هيمثلوني بساري يبقى انا كويس يبقى انا الدوله يعني وعالمي ايوه وبعدين السيجاره على الاقل اهو مضر للصحه انت بتشرب حاجه كويسه وما اقدرش اعمل حاجه غير يعني ما اقدرش اكل وانا قاعد عشان الصيام لكن عملت شغل معايا كويس وسيطتني الحمد لله سيطتك اتبسطت بتبسط لما تطلع ترند في الشاي بحليب لا عامه يعني انا بشوف يعني اشخاص لا. او فيجرز يعني في الرياضه بيكونوا متعمدين ان هم يعملوا اي حاجه غير مالوفه غير طبيعيه عشان يطلعوا ترند لا انا خدت حقي ثالث مثلث ومع ان انا جيل قديم يعني الناس عارفاني وفي اطفال عارفاني في الشارع فدي حاجه جميله مش لازم اعمل حاجه زيهم ما احبش الحاجات دي خالص وبتشوف الناس اللي بيعملوا كده ازاي والله شوف هو في جزء لو لعيبه بعد الاعتزال بيجي لك نقول ايه هوسه لمده 6 شهور هتعملي ايه انت كل يوم كنت في التلفزيون او الناس عارفاكي الست شهور دول بيعملوا معاكي خلل انت قيمتهم ان هم 6 شهور بس لا هو في ناس بتقعد سنه في ناس بتقعد 3 شهور حسب بقى فبيعمل حاجات الناس تتكلم وطول ما هو على سيره اللسان في بيرضي نفسه بيرضي غروره خلاص هو في الشهره وموجود واكنه بيلعب بالظبط وفي ناس تانية بتحاول تجاري الجو بس الجو السيء وانا ما بحبش الكلام ده يعني ما بحبش حد يشتم حد وده يرد عليه ده يشتم حد يرد عليه حتى لو ده هيشهرني او يديني فلوس مش عايز كابتن محمد صلاح ممكن يرجع مره تانية للشغل في نادي الزمالك شوفي مش انا بس اي مدرب اشتغل في الزمالك على فكره من سنه 4 و2014 يعني كنت بشتغل بره السعوديه والامارات فما كانش حد عرفني في مصر من الجيل ده لما جيت الزمالك اتصيدت والناس عرفوني تاني اكيد العمل اي من قطبين الكره المصريه الاهلي او الزمالك او الانديه الجماهيريه دي تفرق كتير جدا مع المدربين ومع اللعيبه اكيد ده طبيعي عشان كده لما اي حد يتم طلبه انه يدرب او يبقى مؤقت ماتشين او لازم يروح ليه هو وللنادي اللي خدمه هل انت مثلا تسيبي يعني انا لو حد قال لي مثلا الحق باباك او ابوك هقول لا ولا حجري حجري اشوفه صحيح مؤقت لغايه ما اطمن عليه بعدين امشي مش عيب خلي بالك بس هنا اقول لك ايه مؤقت استبني مش عارف رايح جاي يجي مش انا بس في ناس احسن مني يعني طارق ومؤمن وحلمي وميدو كل الناس دي لما اتطلبوا جريوا على طول والنادي الاهلي كده بس احنا يمكن الايام اللي فاتت او الاخيره دي الزمالك متشاف اكتر من الاهلي او السبوت عليه اكتر ومش عارف ليه مع ان فتح مبروك محمد يوسف كابتن زيزو في ناس كتير جدا اسامه عرابي اي تعالى وزي ما انت تقول الاهلي والزمالك دول حاجه كبيره جدا